الحمد لله بالمحسنين وقفوا معايا وديته مراكش داروا ليه 4 العمليات وبرا بخير وعلى خير. وهذا المشكل دابا اللي عنده الا كشفنا حنا الا كشفناه عنده 4 تقابي فيهم حشكم القيح. ودابا فين كاينين عنده التقابي؟ حدا الحجر ديالو دابا حشكم 3 كيخرج منهم حشكم القيح وحدا حشكم لقنا كيبول كيخرج منه سميتو البول وصافي. التقابي حتى هما كيخرج منهم البول؟ اياه كيخرج كيرش حشاكم دابا البول كيخرج من هنا وهنا هو صافي. وديما مريض ديال السخانه ديما ديتوها للطبيب قال لي خاص الدري اش عنده خاصه يدير خاص التقابي يعني يتسدو. هو صافي مديتوها للطبيب اللي في البرش قال لي خاص الدري دوز له حتى هو قال لي اش عنده خاصه يدير تحاليل عادي زعما يختنوا ليه حيت مازال ما تختن عادي يسدوا ليه التقابي. هو كنطلب من سيدي ربي والمحسنين تعاونوا معايا الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين. هاد الدري اللي عندي بغيت يبرى ليا الله يجازيكم بخير. واش هو بوحدو اللي عندك؟ هذا اللي عندي بوحدو عنده 4 سنين. واخا وفين هو باه؟ لا متلاقين. فين كاين هو دابا؟ كازا عند خوتو. كيسول فيه بقى؟ لا ما كيسولش فيه. ده انت وشنو العمل ديالك انت؟ العمل ديالي كنت كنمشي كنعاون العيالات كيحنوا عليا وكنجيب انا كل انا ولدي وكان عرفتي سميتو والكرا شريت ب 10000 ريال هاد البيت اللي كتشوف دابا بيت وكيعاونوا معايا داكشي اللي كنجيب والله كان كافيني مع الكرا. هو صافي هو دابا ما بقيتش كنمشي كيمشي فين دابا الدري برد ليا كيمشي فين دابا غادي كيعاون كيعاون ليا شي ماكلة الله يجازيهم بخير غا الناس اللي كيعطيوني ما ناكل والله العظيم الناس دابا هما اللي كيتعاونوا معاك في المعيشة ديالك؟ هي هما اللي كيعطيوني ما ناكل انا وولدي كاريا البيت ب 10000 ليرة انتوما كتشوفو. واخا ولدك دابا قلتي لي خاصو؟ هي مسكين خاص مسكين دابا التحاليل سو خاص شحال طلبوا لك في التحاليل؟ التحاليل 26 اللي قال لي ايوا من بعد التحاليل قال لي عادي 26000 ريال هي 26 اللي قال لي في التحاليل عاد ختنوا ليه عاد ثاني ان شاء الله قال لي غنزدوا لي ديك التقابي. وهاد العمليه هادي مازال عرفتي الثمن ديالها؟ مازال ما قال لي والو لا من قلتها ليه قال لي حتى سميتو نقولها لك حتى يدير تحاليل نختنوا ليه نقول لك ثاني العمليه شحال باش غدا. بالنسبه للسكن فين كتسكني انت دابا؟ الزنقه بن علي الزنقه جوج. هنا بلاصه حدا البلاد. فين هنا بلاصه هادي؟ تدرت انزل عليا هي تدرت القديمه هي تدرت القديمه حدا بن علي الزنقه جوج في اكادير. هي اكادير واخا اللي بغى يتعاون معاك دابا خص تعطي التليفون 06 التليفون ديالك هي التليفون 06 05 45 43 72 عاودي 06 05 45 43 72 الله يجزيكم بخير اللي بغى يتعاون معايا الدري الله يجزيكم بخير. هاد الدري واش كيقرا دابا؟ لا خويا ما كيقرا ما والو ما كيقراش دابا حاليا؟ لا وعلاش ما صيفطتيش للروب مثلا؟ دابا حنا على حساب ما وصلتش سميتو هادشي ومازال الدري مريض ليا داكشي باش كيقرا زعما حيت عندي باش نخلص هذيك اللي كتقرا الدراري ومازال الدري دابا مريض ليا.
وهو كتجي سخانه بزاف كي هاي كتجي سخانه كيطيح. والسبب ديال ديك السخانه شنو هو؟ قال لي الطبيب ديك التقابي فيه ميكروب كيطلع لي السخانه، حيت ديك الساعه في وقتنا مريض الا مشيت للفرماسيان كيقولوا لي كما فيه حلقم ياك ما كاينش شي حاجه. هو صافي من بعد من كشفنا هاد التقابي قال لي الطبيب الميكروب اللي فيه الميكروب اللي كيدير لي السخانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.